إذا نحن الآن متواجدون بأحد الأحياء العتيقة بالعاصمة وهو حي باب الواد، لنرصد لمشاهدينا الكرام أجواء التي يصنعها ذبح أو نحر الأضحية من بين أبناء الحي الواحد. يعني ننقل لكم بعض التهاني و يعني نعم سيد سيدي نعم سلام. ماذا تقول بهذه المناسبة؟ أنت الآن بصدد ذبح الأضحية وما إلى ذلك، ماذا تقول بهذه المناسبة؟ العائلة كلها من الشعب الجزائري والشعب الجزائري كل صحة عيدكم كاع الشعب المسلم، وعيدكم مبارك وكل عام وألف خير. وراك تشوف الحي تاع كريمات فرنسا كباش هنا ولك الفرد مليك الحمد لله، الناس كاع فرحانة ودوك نكملوا نقيوها ولك تيو تاع الماء. قاعد انا نسبق مع جاري ومن بعد جيراني يجوا تحت الحانوت تحت يعاونوني وقاعد نتعاونوا مع بعض ونسيقوا قاع مع بعض كيما رانا. يا معمر السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم إلى كل الأمة الإسلامية وإلى كل الشعب الجزائري عيدا مباركا مملوءا بالفرحة والسعادة، وأن يتقبل الله منا ومنكم، وأن إخواننا الحجاج المسلمين الذين يوجدون في البقاع المقدسة أن يعودون سالمين غانمين لأهاليهم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. نعم الآن نشهد عملية سلخ الأضحية بعد أن نفخها أحد الرياضيين، ربما لأن طريقة النفخ تدل على ذلك. الآن نعم الآن الجماعة راح يبدأوا باش يسلخوا الأضحية، نشاهد مع بعض إن شاء الله العملية. يعني الآن كيف يتم شق الأضحية؟ يعني تفتحوها بالموس ومن هنا نفخوه نسفوه وبعد نبداو نسلخوه نعلقوه هنايا. كاين واحد اختصاصي هنا ولا لا؟ لا كاع 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 نتعاونوا كاع كاع. هذاك شوف فيه صغير ويعرف الحمد لله، وانا باش كاع نتعاونوا شو واحد تعلموا. هاي تشوف روحي حطها حطها قولي له روحي تخبيش تخبيش قولي له قولي له. رانا نشوفوا ذاك الجماعه راح يشقوا الاضحيه بالموس بعد ما نفخوها، ومن بعد يبداوا عمليه السلخ عاديا. يعني الباقيه تاعنا عجبك عجبك. واش تقولي واش تقولي لهم؟ ساعدكم قولهم ساعدكم قايتك ساعدكم دعيتك. وكل عام وانتم ألف بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وبابا كي قولي له بابا يعي خروب. قولي له شارك بعية. شارك بعية بابا. بابا شارك بعية. خافيش جدا. خافيش. مستعامل مودينا لا لا الحمد لله. وعندنا جارنا هنايا ما تصبح ربي لقى الكبش تاعو متوفي او راه خنقاتو الحبيله او راه دوكا تيك الواد فايت او عاود شرا اضحيه ولا راح يضحي وهوليك هو هنايا ونعاونوه. ايه الحمد لله مين مكان ما ضحاش كاع نعاونوه. اي معروفه الحي كلمات فروس معروف. قولوا يا دراري قولوا له قاعد يقولوا صحه عيدكم قولوا له.